الوقفه عند تعيين السن الاسبوع الاول من تعيينه. انا عايز اوجه رساله للرئيس السيسي، اقول له يا سياده الرئيس نحن نعشق هذا الوطن ونعشق رئيس السيسي، ولكن اقول له لا تترك كره الثلج تتدحرج، ولا تقول للشعب اتركهم يتسلوا. نحن نخشى على هذا الوطن ونخشى على تراب هذا الوطن. اقول لك سياده الرئيس يجب ان تقف مع الشعب ولا تقف مع الزند، ويجب عليك يا معالي الرئيس ان تقيم الزند فورا وان تقدمه للمحاكمه، لان الشعب اختارك والشعب ارادك، فاقف مع الشعب ولا تقف مع الزند.